قال الرئيس سيسي إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وأضاف رئيس سيسي إن مصر واجهت هذه التدعيات بثبات وقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة وانعكست آثارها على قدرتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من اتمام عامها الاول وهي الحرب التي بدات وزحمت وباء كورونا في تاثيراته السلبيه على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها ولم ينج من تلك الاثار قاض او دان وعانت الاقتصادات العالميه معاناه كبيره تسببت في تداعيات سلبيه على كل دول العالم وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوه مستفيدين من خطوات الاصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست اثارها على قدراتنا في مواجهه تلك الازمه العالميه وقد كانت فلسفه اداره هذه الازمه قائمه في المقام الاول على بذل الجهود لتقليل اثارها المباشره على المواطن من خلال تنفيذ سلسله متكامله من اجراءات الحمايه الاجتماعيه